سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أمر مكة، أمر مكة الله ضربها مثلا، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهكذا تضرب الأمثال قوم فرعون، قوم ثمود، قوم صالح، كلهم قوم نوح على هذه المثابة، خالفوا أمر الله فنزل بهم النكال. فهذا من أسباب الدمار الذي يحل بالبلاد والناس في غفلة لا يفكرون، والاقتصاديون يحللون وهم أجهل من دواب الأرض إلا من رحم الله، يحللون وما يتجهون إلى القرآن. ننظر يا جماعة ما السبب في هذا الكتاب المنزل، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا أول سبب الإعراض عن كتاب الله المنزل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإجمال. وبشيء من التفصيل نجد أن الله ذكر هذا واضحا جليا في أمة قبلنا، وهي أكثر الأمم الذين أرسلت فيهم أنبياء أمة بني إسرائيل. أكثر الأمم أرسل إليها أنبياء بني إسرائيل. انظروا إلى الآيات الواضحة الصريحة التي لا تحتاج إلى احتمالات كثيرة. فبظلم من الذين هادوا، أي بسبب ظلم ارتكبه الذين هادوا، ارتكبه اليهود. فبظلم من الذين هادوا ماذا صنعنا معهم؟ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. أربع أمور ذكرت في القرآن سبب من أسباب دمار بني إسرائيل. ظلم، انظروا في بلادنا ظلم أو ليس في بلادنا ظلم على المستوى العام أو المستوى الخاص. انظروا هل في أكل لأموال الناس بالباطل أو ليس في أكل لأموال الناس بالباطل. ظلم تفشى، أكل الميراث، سرقة، غش، تدليس، رشاوة، صور الظلم متعددة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الآن صد واضح عن سبيل الله، معالم الإسلام الظاهرة حتى يراد محوها تماما. أنت ملتحي انزل، فتشوه، شتتوه، هجموا عليه في البيوت. حرب على حتى مظاهر الدين الظاهرة. انتقل، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إعلام مضلل، عري وتبرج ملأ الشوارع والطرقات، ولا أحد يذكر. كل فتى صايع في الجامعة متأبط فتاة عارية أو شبه عارية ويمشي في الجامعة ولا نكير، ولا أحد يقول له أين أنت. وبصدهم عن سبيل الله كثير، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. أكثر أصحاب المصانع في مصر، ترى الله وسع عليه وعنده من الطعام يكفي طيلة حياته ويكفي أولاده، لكن لا أقول له أريد التوسع. اقترض مثلا كم مليون بالربا بدون داء للاقتراض، يقترض ملايين من الربا، ويأتي بوزير يفتتح له مصنعه وهو مرابي مرتكب لأكبر كبيرة من أكبر كبائر، وينمي الثروة بالربا في ظنه، وينسى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا من أسباب الفقر. دولة على المستوى العام تقترض بالربا، ولا تنسى أن الربا وتنسى أن الربا يدمر الاقتصاد. لا تتحلى بالصبر ولا تتحلى بالعلاج بالحسن، إنما قروض قروض دمرت البلاد، ولم يعد هناك ما يسدد به، ما تسدد به تلك القروض. فعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات ربا. الرجل لا ينظر من المال الحلال ما الحلال ما الحرام، لا أبدا. يذهب إلى البنك يودع الأموال ويأخذ ربا لا يبالي. أو ينظر من الناس من الذي يعطي فلوس أكثر في الشهر. واحد أعطيه 100,000 جنيه، يقول لك هذا يعطي 50، يعطي 2,000 في الشهر، هذا يعطي 3,000، ولا يفكر فيما يعمل. وفجأة
الحرام غلب الطماء وذهبت كل الأموال منك وصبت بالفقر بين يديك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه أسباب